ازيكم يا سنة ستة، عاملين ايه؟ هناخد النهاردة درس حساب يلا نشوف كده مع بعض. هنا لو هو عايز يقول لي عايز النسبة بين عدد المربعات الملونة الى عدد مربعات الشكل كله. الاول هحسب عدد المربعات الملونة. عندي المجموعة الاولانية دي فيها اربعة، المجموعة دي برضو اربعة، ودي أربعة ودي فيها أربعة ودي هنا أربعة، برضو هنا كده أربعة وهنا أربعة. عشان أحدد هما كام مربع صغير، هما كلهم كام مجموعة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى كلهم سبعة مجموعات. سبعة والمجموعة الواحدة فيها أربع مربعات، يبقى أربعة في سبعة بيساوي 28 مربع. لو أنا عايزة بقى أحسب النسبة بين عدد المربعات الملونة على عدد مربعات الشكل كله، يبقى بيساوي عدد المربعات الملونة لسه عددهم دلوقتي لقيناهم 28 مربع. طب عدد مربعات الشكل كله، يلا نشوف كده عددهم كلهم كام. دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، عشرة كده. وهنا برضو لما عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، عشرة في عشرة بمية، يبقى عدد مربعات الشكل كله مية مربع. لقيت النسبة بتاعتي 28 على 100. المقام هنا عندي بكام؟ بمية. المقام عندي بمية، هسمي النسبة دي نسبة مئوية، سميها نسبة مئوية. ليه سميتها نسبة مئوية؟ عشان لقيت المقام عندي بمية. يبقى نيجي مع بعض كده نعرف يعني ايه نسبة مئوية. هقول النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني مية. يبقى النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني مية، عشان المقام ده أنا مسمياه الحد الثاني والبسط مسمياه الحد الأول. يبقى النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني مية. شوف مثال تاني، لما ألاقي 53 على 100، لقيت المقام عندي بمية، هسمي دي نسبة مئوية. طب هعبر عن النسبة المئوية ازاي؟ 53 على 100 هقول هي 53، وهكتب علامة النسبة المئوية بتاعتي اللي هي بالشكل ده، شرطة مايلة كده وهنا نقطتين، دي علامة النسبة المئوية. يبقى هاجي اقراها هقول 53%، لما اجي اقراها هقول 53%. طب لو عندي نسبة تانية 7 على 100، همثلها بالنسبة المئوية، هعبر عنها ازاي؟ هقول بتساوي 7%، دي اسمها 7%، ودي عندي كده عبارة عن نسبة مئوية. نشوف التدريب ده بيقول لي اكتب النسبة المئوية المعبرة عن الجزء المظلل والجزء الغير مظلل الى المربع. هو هنا عايزني اكتب النسبة المئوية. طيب نشوف هنا، عايزين نعرف نسبة الجزء المظلل كام من المربع كله. هنا نفس الرسمة برضو، هنا عندي كلهم 100 مربع، 10 كده بالعرض، وكمان هما زيهم 10 بالطول، يبقى كلهم 100 مربع، يبقى الشكل كله بيحتوي على 100 مربع. طب عايزين نعرف هو كام مربع ملون. عندي فيه هنا صفين بالطول اهم، دول كده عددهم 20، 10 و10 يبقى كام؟ 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40. يبقى أنا عندي 40 مربع ملون، يبقى 40 وكلهم 100، يبقى 40 على 100 اللي هي نفسها 40%.
طيب نسبة الجزء الغير مظلل؟ طبعا انا لقيت 40 مربع مظلل. طب يبقى عدد الغير مظلل وهم كلهم 100، يبقى الغير مظلل هكمل على 40 لحد ما اوصل لل 100. يعني 100 او 100 ناقص ال 40، 100 ناقص ال 40 يديني 60 مربع غير مظلل. طب يبقى نسبة الجزء الغير مظلل هيبقى 60 على 100 اللي هي نفسها هتبقى 60%. نشوف هنا نسبة الجزء المظلل، برضو هعد المربعات المظللة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بقى عندي 12 مربع ملون او مظلل، وكلهم كام؟ كل المربع الكبير ده بيحتوي على 100 مربع صغير، يبقى 12 على 100 اللي هي نفسها هتساوي 12%. طب انا عايزة نسبة الجزء الغير مظلل، هو المربع كله كامل على بعضه ينفع اقول عنه ان هو 100%؟ يبقى الشكل كامل او المربع كامل او اي شكل يكون كامل عندي هسميه 100%. 100% اللي هو 100 على 100 اللي هي بيساوي 1 صحيح. ما هو انا المربع كامل كله على بعضه يعني 1 صحيح، يبقى 100% لما اطرح منها 12% هيديني 88%. يبقى نسبة الجزء الغير مظلل هنا اللي هو تكملة ال 12% ب 88%، اللي هي نفسها لو انا عديت المربعات الغير ملونة هتلاقيهم 88، واقسمها على عدد مربعات الشكل كله يبقى 88 على 100 بيساوي 88%. نشوف هنا نسبة الجزء المظلل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لقيت هنا عندي 20 مربع ملونين، يبقى نسبة الجزء المظلل هقول 20 وكلهم 100 يبقى 20%. طب نسبة الجزء الغير مظلل برضو هقول 1 ناقص 20% او 100% ناقص 20% هي نفسها الواحد الصحيح اللي هي 100%. بأي واحد صحيح هلاقيه هو نفسه مين؟ بيتساوي 100% اللي هي 100 على 100، يبقى 100% ناقص 20% يساوي 80%. يبقى نسبة الجزء الغير مظلل هنا ب80%. تكملة 20% عشان اوصل واكمل 100% هيكون مين؟ 80%. نشوف مع بعض بقى النسبة المئوية دي بستخدمها في ايه في حياتنا. احنا لو دخلنا بنك هنلاقي في البنك نسبة الفايدة، هنلاقي في يافطة مكتوبة كده نسبة فايدة دفتر التوفير مكتوب مثلا عليها 10%، يبقى في نسبة فايدة بتعامل فيها بالنسبة المئوية. في اول حاجة نسبة الفائدة، لو قال لي نسبة الفايدة 10% معناها ايه؟ نسبة الفايدة 10%، لما الاقي يافطة زي دي مكتوبة نسبة الفايدة 10% معناها ان كل 100 جنيه يتم ايداعها في البنك، يعني اي 100 جنيه انا بحطها في البنك هاخد عليها 10 جنيه فوايد. كل 100 جنيه هاخد عليها 10 جنيه، حسب بقى الفلوس اللي انت تحطها. حطيت 1000 جنيه نشوف هناخد عليها كام، بس هنا 10% دي معناها ان كل 100 عليها فايدة 10، كل 100 جنيه عليها فايدة 10 جنيه. يبقى اول تطبيق عندي في النسبة المئوية ان انا احسب نسبة الفائدة. عرفنا الفايدة دي انا باخدها على اي مبلغ من المال بحطه في البنك. حاجة كمان لما يقول لي نسبة الخصم، ساعات نبقى شايفين قدام محل كده كاتبين نسبة الخصم 20%، معناها ايه؟ معناها لو انت اشتريت ب100 جنيه كل 100 جنيه مشتريات هيبقى عليها خصم كام؟ 20 جنيه، هيبقى عليها خصم 20 جنيه. يعني انا لما اروح مش بشتري
بالثمن اللي محطوط عندي على اللبس، على اي حاجه معروضه، انا مش باخد بالثمن اللي مكتوب. امال ايه؟ لو انا اشتريت مشتريات ب 100 جنيه، هيبقى عليها خصم 20 جنيه. طب اشتريت مشتريات ب 200 جنيه، مش 100 بس، مش 100 واحده، يبقى في خصم 20، كمان فوق ال 20 يبقى الخصم هيكون 40 جنيه. يبقى هنا النسبة المئوية بتاعتي بتعامل فيها في نسبة الخصم. حاجة كمان، نسبة المكسب والخسارة في الشركات في أي مشروع برضو بتعامل بنسبة مئوية. حاجة بقى تانية بنتعامل بيها كتير في حياتنا، لما أقول نتيجة الثانوية العامة بانت، طب الطالب ده جاب كام في المية؟ بنسمع على طول كلمة هو جاب كام في المية؟ جاب مثلا 95%. هل هو مجموعه 95 درجة؟ لا، ده 95%. يعني ايه 95%؟ يعني لو كان المجموع ب100 درجة هو حصل على 95 درجة. يعني كل مجموع 100 درجة هو حصل على 95. يبقى كلمة 95% اللي أنا بسمعها على مجموع أي شخص، أو 98% أو 85% أو 82%، دي عبارة عن نسبة مئوية. عرفنا كده يا سنة ستة أنا بستخدم النسبة المئوية في إيه؟ في طبعا أمثلة لحاجات تانية كتير، إحنا خدنا بس الثلاث أمثلة دول. نشوف بقى أول حاجة عندنا في درسنا، بيقول لي تحويل النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي. ده أول جزء عندنا في الدرس، إزاي أحول النسبة المئوية بتاعتي إلى كسر اعتيادي. يعني إيه؟ ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده. بيقول لي في أحد الفصول المدرسية كان عدد البنين 35% من عدد تلاميذ الفصل. عايز هو النسبة المئوية لعدد البنين. عدد البنين مديني بيساوي 35%. طب هو الفصل كله على بعضه يبقى كام في المية؟ لسه قلنا الحاجة كاملة أو أي شيء كامل بمثله ب100%. يبقى الفصل كله على بعضه تمثيله بالنسبة المئوية 100%. طب أنا عايزة النسبة المئوية لعدد البنات، طبيعي كده بقى، يبقى أنا هطرح 100% ناقص 35% اللي هي نسبة البنين، يديني النسبة المئوية لمين؟ للبنات. ما هو الفصل ده مكون من شوية بنين وشوية بنات. أنا عايزة النسبة المئوية للبنات، النسبة المئوية لعدد البنات هيساوي إيه؟ هيساوي 100% ناقص 35%. طب نطرح 100% ناقص 35% دي ازاي؟ 100 ناقص 35 ب 65. 65 في الايه؟ في المية، عشان انا بطرح نسبة مئوية. يبقى انا كده عرفت اطلع النسبة المئوية لعدد البنين. طيب بيقول لي بعد كده اعمل ايه؟ بيقول لي حول كل من النسبتين المئويتين الى كسر اعتيادي. كلنا فاهمين يعني ايه كسر اعتيادي، يعني بسطه بمقام. طب النسبه الاولانيه اللي هي نسبه عدد البنين كانت 35%، طب انا عايزاها كسر اعتيادي يعني بسطه بمقام، يعني 35 على 100. 35% يعني 35 على 100، ده كده كسر اعتيادي. لو هحطه في ابسط صوره هقسم على كام؟ هقسم على 5. لما اقسم على 5 تساوي 7، هقسم على 5 فيها ال 20، يبقى هي نفسها 7 على 20، كده كسر اعتيادي. طيب ثم الى كسر 10. طب هي 35 على 100 دي هي كسر 10 بتساوي ايه؟ 35 على 100 لما هكتبها كسر 10 هقول بيساوي 35 من 100. يبقى انا كده كتبت له النسبة المئوية لعدد البنين في صورة نسبة مئوية في صورة كسر اعتيادي. ينفع اقول له 7 على 20 او اقول له 35 على 100؟ في صورة كسر 10 هقول له 35 من 100. طيب نشوف النسبة الثانية اللي هي النسبة المئوية لعدد البنات اللي هي كانت كام؟ 65%.
يبقى 65%. لو هي كسرة يدي هتبقى 65/100. طب هحطها كسرة يدي في أبسط صورة، هقسم على كام؟ هقسم على 5 فيها 13، على 5 فيها 20، يبقى كده صورة كسرة يدي. طب هو عايزها كسر عشري، مش هي 65%، يعني 65/100 اللي هي نفسها تبقى 65/100، يبقى ده كده كسر عشري. كسر عشري يعني في علامة عشرية، وده كده كسر اعتيادي. يبقى أنا كده هنا في الشريحة دي اتعلمت ازاي احول النسبة المئوية لكسر، كسر اعتيادي او كسر عشري. نشوف بقى مع بعض ازاي احول الكسر الاعتيادي او العشري لنسبة مئوية، العكس بقى ازاي احول الكسر الاعتيادي او العشري لنسبة مئوية. نشوف مثال بيقول لي في احدى القرى كانت نسبة عدد الاميين الى عدد المتعلمين هي 4:25، فاكتب النسبة في صورة نسبة مئوية. عايز نكتب النسبة بتاعتي في صورة نسبة مئوية. طب هو النسبة اللي اديها لي اللي هي كام؟ 4:25 اللي هي نفسها 4/25. طيب انا عايزاها في صورة نسبة مئوية. طب يعني ايه نسبة مئوية؟ يعني نسبة حدها التاني 100، يعني عايز يقول لي خلي 25 دي تكون كام؟ تكون 100. طب 25 تكون 100 خليها ازاي 100؟ هضرب في كام؟ هضرب في 4، وزي ما ضربت في المقام هضرب في البسط، يبقى اضرب البسط كمان في كام؟ في 4. 4 في 4 ب 16، و25 في 4 ب 100، يبقى 16/100 اللي هي نفسها 16%. يبقى انا هنا خليت الأربعة على 25 نسبة مئوية، يبقى 4/25 هي نفسها 16%. يبقى انا هنا حولت الكسر الاعتيادي اللي هو 4/25 لصورة نسبة مئوية. طيب الكلام ده لو انا ينفع اخلي المقام بتاعي 100، ال 25 ينفع اخليها 100 ضربتها في 4. طب لو لقيت اي عدد كده تاني زي ايه؟ زي مثلا 7/17، عايز اخلي العدد ده نسبة مئوية. طب هي 17 يا مس اللي في المقام ينفع اخليها 100؟ احنا اتفقنا ان انا عشان احول الكسر الاعتيادي النسبة مئوية هخلي المقام 100. طب هي 17 دي مثلا انا مش عارف اخليها 100 ازاي؟ نشوف مع بعض بقى طريقة تنفع احل بيها اي كسر اعتيادي احوله النسبة مئوية. لما يقول لي هنا 7/17 هقول له ايه؟ هقول له انا هضرب في 100 وهقسم على 100. طب يا مس هو انا كده بقى عملت حاجة؟ ما انا مش عايز اعمل حاجة، انا محتاجة الحد التاني يكون ايه؟ يكون 100. يبقى انا محتاجة في المقام مين؟ 100. ليه انا محتاجة 100 في المقام؟ علشان انا عايزة احطها في صورة نسبة مئوية، وانا عارفة ان النسبة المئوية بتاعتي مش هينفع استخدمها غير لو انا لقيت الحد التاني 100 او المقام ب 100. يبقى انا محتاجة اخلي فيه 100 عندي في المقام واشوف قيمة البسط هتكون كام. طب قيمة البسط هجيبها منين؟ لو انا ركزت كده قيمة البسط هجيبها منين؟ هضرب السبعة دي في 100 وهقسمها على 17. هضرب السبعة في 100 واقسم على 17. طب والمية اللي في المقام دي يا مس؟ المية اللي في المقام دي هسيبها زي ما هي، لان انا محتاجاها لعلامة النسبة المئوية. المية اللي في المقام دي انا محتاجاها عشان احط بيها علامة النسبة المئوية. طيب هضرب 7/100 واقسم على 17 بالآلة واشوف الناتج هيكون معايا كام. يبقى انا مش هشغل بالي بالناتج هيطلع كام، لا انا هعملها على طول بالآلة. ونشوف الناتج هيكون معايا كام.
هضرب 7 في 100 واحد زيرو زيرو يساوي 700. هقسم على كام؟ هقسم على 17 هيديني 41، وفي علامة عشرية كده هاخد أول رقمين عشريين بس، يبقى 41 و17 من 100. هقسمها على 100. طب أنا محتاج، أنا كلمة هقسم على 100 دي أنا محتاجاها، محتاجاها عشان علامة النسبة المئوية. يبقى أنا مين اللي هكتبه هنا جنب علامة النسبة المئوية؟ هكتب 41 و17 من 100 في 100. 41 و17 من 100 في 100، يبقى هي دي النسبة المئوية بتاعتي. يبقى 41 و17 من 100 في 100. يبقى أي عدد ينفع أحسبه في صورة نسبة مئوية بالطريقة دي. هعمل إيه؟ هضرب في 100 وأقسم على 100، ومليش دعوة بالمية اللي في المقام، هسيبها زي ما هي عشان دي بتاعت علامة النسبة المئوية. امال انا ايه اللي هحسبه بالآلة؟ هحسب البسط ده، هضربه في المية واقسم على ايه؟ على المقام اللي هو مدهوني. يعني ناخد مثال كمان كده عشان تبقى واضحة شوية. يعني انا مثلا هنا لو المثال بتاعي بقول لك اوجد الكسر ده كده، بقول لك 2 على 5، قلنا هنعمل ايه؟ هضرب في 100 واقسم على 100. طيب المية اللي في المقام دي ماليش دعوة بيها، اسيبها في المقام. امال انا هضرب مين؟ هضرب الاتنين في 100 واقسم على 5. 2 في 100 وهقسم على 5 بالآلة. لو ضربت 2 في 100 هيديني 200. 200 على 5 فيها ال 40، يبقى هقول 40 على 100 اللي هي نفسها 40 في الايه؟ في 100. شوف هنا التدريب ده كمان بيقول لي يحول كل من القصور الاعتادية التالية الى نسبة مئوية. اول حاجة عايزني احولها لنسبة مئوية 3/4، يبقى في رقم الف هقول له 3 على 4. احنا اتفقنا ان الطريقة اللي هتمشي معايا في اي عدد هعمل ايه؟ هضرب في 100 واقسم على 100، بس الاربعة هي مثل في المقام دي، انا ينفع اخليها 100؟ ينفع اخليها 100. هضرب في كام؟ هضرب في 25. يبقى انا لو ضربت في 25 في المقام وهضرب زيها في البسط، 3 في 25 بكام؟ ب75، و4 في 25 ب100، يبقى هي 75%. بالطريقة دي ما فيهاش مشكلة. طب ينفع احلها بطريقة تانية؟ ينفع احلها بطريقة تانية. هقول 3/4 في 100 على 100. المية اللي في المقام هسيبها زي ما هي، ماليش دعوة بيها. امال ايه اللي انا هشتغله بالآلة؟ هضرب 3 في 100 وهقسم على 4. 3 في 100 على 4 هيساوي 75 بالآلة. طب 75 على 100 هي نفسها 75%. الطريقة دي صح والطريقة دي صح، هشتغل بأي طريقة، بس الطريقة اللي هي انا اضرب في 100 على 100 دي هتمشي مع اي عدد. طيب نشوف مثال رقم ب، بيقول لي 12 من 100، عايزها نسبة مئوية. 12 من 100، طيب 12 من 100 دي هخليها زي نسبة مئوية. احنا قلنا هضرب في كام؟ هضرب في 100 واقسم على كام؟ واقسم على 100. طب المية في المقام بسيبها زي ما هي. امال انا هضرب ايه بالآلة؟ هضرب ال 12 من 100 هكتبها بالآلة وهضربها في كام؟ في 100. طبعا 12 من 100 في 100 يديني كام؟ يديني 12. 12 على كام؟ على 100، اللي هي نفسها 12%. وهي على طول 12 من 100 تبقى 12%. طب 5 من 100، لو هي 5 من 100 دي هتساوي 5%. 59% من 100 او 59% اللي هي نفسها 59%. يبقى في المية معناها من 100.
ولو هو ادهاني من 100 يبقى هي على طول تكون في 100. طيب نشوف المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي 625 من 1000، احنا قلنا هنضرب في كام؟ هضرب في 100 وهقسم على 100 بيساوي، هسيب ال 100 اللي في المقام دي بتاعه النسبه المئويه، هضرب 6 و 625 من 1000 في 100. الضرب في 100 بيحرك العلامه خطوتين ناحيه اليمين، يبقى 62.5. طب اللي هي على 100 دي هعمل فيها حاجه؟ لا، انا هشيل ال 100 اللي في المقام واحط بدلها علامه النسبه المئويه، يبقى 62.5%. 62.5%. نشوف مثال كمان. بيقول لي في امتحان اللغة الإنجليزية حصل عادل على 13 درجة من 20 درجة. حصل على كم درجة؟ 13 درجة من 20 درجة. اوجد النسبة المئوية لدرجة عادل في اللغة الإنجليزية. هو حصل على كام؟ على 13 درجة من كام؟ من 20. أنا عايزة النسبة المئوية لدرجته. طيب 13 من 20 يعني 13 على كام؟ على 20. انا عايزه 13 على 20 دي نسبه مئويه، تبقى كام في الميه؟ ده اللي انا عايزه احسبه. احنا قلنا عشان احول اي كسر او اي نسبه لنسبه مئويه يبقى انا محتاجه اخلي المقام بتاعي 100. اخلي المقام بتاعي 100 ازاي؟ هقول 13 على 20، انا عايزه ال 20 دي اخليها 100. سهل يا مس، احنا اتعلمناها قبل كده. عشان اخليها 100 هضرب في كام؟ هضرب في 5. تمام. طيب ينفع بطريقة تانية، قلنا هنضرب في كام؟ اضرب في 100 واقسم على 100 يساوي ال 100 اللي في المقام ماليش دعوة بيها. طب وال 100 اللي في الباص هضربها في مين؟ في ال 13. يبقى اضرب بالآلة 100 في 13 واقسم على 20. 100 في 13 على 20 هيديني 65. 65 على 100 اللي هي نفسها 65%. يبقى انا باخد الجزء ده 13 هضربه في 100 واقسم على 20 بالآلة، 13 في 100 على ال 20 هيساوي 65. بس لما اجي اكتبها عشان دي نسبة مئوية مقامها 100 وانا سايبه ال 100 اللي في المقام، يبقى 65%. نشوف مثال كمان. بيقول لي في احدى الرحلات المدرسية اشترك 12 تلميذا من 25 تلميذا باحد الفصول المدرسية، اوجد النسبة المئوية لعدد تلاميذ الفصل الذين اشتركوا في الرحلة. عايز النسبة المئوية لعدد تلاميذ الفصل الذين اشتركوا في الرحلة. هما كم واحد اشتركوا؟ 12 من كام؟ من 25. يبقى النسبة بتاعتي كام على كام؟ 12 على 25. طب انا عايزه الكسر ده نسبه مئويه، يبقى هقول له 12 على 25 في 100 على 100 يساوي، اسيب ال 100 اللي في المقام. طب والبص هجيبه منين؟ هقول بالاله الحاسبه 12 في 100 على 25 بالاله بتاعتي، هقول له 12 واحد اتنين في 100 اللي هي 100 يساوي، واقسم على 25 هيديني 48. طب 48 على 100 اللي في المقام اللي انا ما حسبتهاش بالآلة، يبقى 48 على 100 اللي هي 48%. بيقول لي هنا اكمل الجدول كما بالمثال. مديني الكسر 75 من 100، وهنا مديني النسبه المئويه يبقى 75 على 100، وهنا الرمز 75% وانا بقراها 75%. مديني تاني حاجه 6 من 100، يبقى النسبه المئويه هتكون ايه؟ هتكون 6 على 100. طب الرمز هيبقى 6%.
ولما اجي اقراها هقول 6%. طب هنا الرمز كان كام؟ 40%. طب النسبة المئوية يبقى 40/100، والكسر هيبقى 40/100 اللي هي نفسها 4/10. صفر على الشمال ده ملوش لازم. طب لما اجي اقراه هقول 40/100. طب هنا بقى 11/25. طب هو عايزها نسبة مئوية، يعني كام في المية؟ 11/25 بتساوي كام على 100؟ 25. عايزها 100، هضربها في كام؟ هضربها في 4. زي ما ضربت المقام في 4 هضرب البسط في 4. البسط 11، 11 في 4 بكام؟ ب 44. 44 على 100 اللي هي 44%. لما اجي اقراها هقول 44%. مثال تاني بيقول لي اشترى ماجد تيشيرت مكتوبا عليه من خلال بطاقة صغيرة مصنوعة من قطن وألياف صناعية، نسبة الألياف 40% فقط. احسب نسبة القطن ثم اوجد الكسر المكافئ لكل نسبة منها. هو التيشيرت مصنوع من ايه؟ مصنوع من قطن وألياف صناعية، وقال لي نسبة الألياف 40% فقط، عايز نسبة القطن. يبقى هقول له نسبة القطن يساوي، هو التيشيرت كله 100%، يبقى 100% ناقص ال 40% بتوع الألياف. مش هو القطن لألياف صناعية؟ الألياف الصناعية 40%، يبقى أنا عايزة نسبة القطن. بقول له 100% ناقص 40%، 100 ناقص 40 ب60%، يبقى دي نسبة القطن. بيقول لي ثم اوجد الكسر المكافئ لكل نسبة منها. ال 40% اللي هي نفسها بتساوي 40/100 اللي هي 4/10، اللي هي لما بسطها تاني هتبقى 2/5. طب 60% اللي هي بتساوي 60/100 اللي هي 6/10، اللي هي لما بسطها هتبقى 3/5. يبقى انا كده طلعت الكسر اللي بيكافئ ال 40% كان كام؟ 2/5. طب وال 60% كانوا بيكافئها كام؟ 3/5. طيب انا برضو لو جمعت 2/5 جمعت عليها 3/5 اللي هي بتساوي 5/5 اللي هي بالواحد الصحيح، والواحد الصحيح ده اللي هو كام؟ 100%. دي خطوة كده عشان اتأكد بس من الحل بتاعي. يبقى فعلا الاتنين على خمسة لما جمعتها مع 3/5 اداني التيشيرت كله على بعضه اللي هو واحد صحيح، يعني 100%. نشوف المثال ده بقى. بيقول لي اذا كانت النسبة المئوية لعدد البنات بأحد الفصول الدراسية المشتركة هي 67%، يبقى النسبة المئوية لعدد البنات 67%. فأوجد النسبة المئوية لعدد البنين بهذا الفصل، عايز النسبة المئوية لعدد البنين. طب هي النسبة المئوية للبنات كانت كام؟ 67%. هو عايز النسبة المئوية لعدد البنين، بقول له النسبة المئوية لعدد البنين يساوي، هو الفصل كله 100%. طيب وهو مديني النسبة المئوية لعدد البنات ب67% وعايز النسبة المئوية لعدد البنين، يبقى أقول له النسبة المئوية لعدد البنين بيساوي 100% ناقص 67% يساوي، لما أطرح 100 ناقص 67 هيديني 33%. وبكده يبقى انتهى درسنا يا سنة 6، وإلى لقاء في درس جديد إن شاء الله.